شراسي يوم شفت المصام اخذ الحسام عند خطران الايادي وبيضان الوجه الحرار اللي مواكر عروس الهضا كل حر ما يخيب رجام يرتجي بركان العذاب ما يوقف فينا حر هنبيح ولا سفير الزحول اللي تزلزل مواقف هالقطاع من قطر زلزالها للحجاز وما يلح كانها سيل العرب رم تضيق بها الشعاب من سرت بها حدود راح الى البطن دوي اشباه بوصف الحماء يا لمع سر المهب يكشع اللي في طريقه وعن بكره تبيه وذكر مصري وقل من الجنيه والحمل شيالته ما بلغ حتى النصاب 26 ساعة وربع تنتهي فعل خلانا لشده يكفي كل جوار بنقاو صيانة العهد والعرض النزيه من عوايدها توضي على رؤوس الصعاب لين يدعن قاسي الباس وتقيد يديه ما يعبر حبر الاقلام وسط الطبخ مثل بركان العذاب ما يوقف فينا حر هنبيح ولا سفير الزحول اللي تزلزل مواقف هالقطاع من قطر زلزالها للحجاز وما يلح كانها سيل العرب رم تضيق بها الشعاب من سرت بها حدود راح الى البطن دوي اشباه بوصف الحماء يا لمع سر المهب يكشع اللي في طريقه مصري وقل من الجنيه.